يعني طبعا مكملين كلام عن الرياضة، وكنا متابعين مستويات منتخبات شمال أفريقيا في البطولة الأفريقية. وزي ما تابعنا في بداية الحلقة دكتورة منار غانم يمكن كانت معانا في النشرة الجوية، وقالت أن الطقس كوت ديفوار درجة الحرارة فيه بتتراوح العظمى من 35 ل 30 والصغرى من 25 ل 28، مع أن نسبة الرطوبة هناك بتزيد عن 90%. 90% ده في الحقيقة رقم احنا ما بنشوفوش في مصر خالص، وهنلاقي الناس يمكن مش قادرة تاخد نفسها. هل نسبة الرطوبة دي ممكن تأثر على لعيبة كرة القدم؟ هل المستوى المتراجع واللي احنا يعني كجمهور بنقوله ان اللعيبة مش عارفة تاخد نفسها، هل ده ممكن يرجع او سببه يكون الرطوبة العالية؟ في الحقيقة ده أسئلة يمكن مشروعة احنا كجمهور عندنا عايزين نعرفها. هل الرطوبة دي هتأثر على اللعيبة؟ احنا بنتمنى انه ان شاء الله ما يحصلش حاجة وأداء اللاعبين يكون في أفضل حال، بس احنا لازم نبقى فاهمين الأحداث اللي ممكن تبقى محيطة باللعيبة عشان ما نهاجمش على الفاضي، نبقى فاهمين بس ان هم يمكن بيلعبوا في ظروف غير الظروف اللي هم متعودين عليها، بالرغم ان ده مش مبرر. احنا بنقول احنا رايحين للفوز. صحيح، وكلامك على فكره بالمناسبه هو منطقي جدا، وفي دراسات كتيره اتعملت على الموضوع ده ان نسبه الرطوبه كلما ارتفعت كلما اثرت بشكل كبير جدا على اداء ومستوى اللعيبه. لكن طبعا اللعيبه اكيد اكيد يعني خاضوا مواجهات كتيره ودخلوا في بطولات كتيره، فاحنا دي طبعا ما هياش خالص حجه مثلا بنعلى عليها اي حاجه، لكن كل التوفيق لمنتخبنا في هذه البطولة. كل اللعيبة بتلعب في درجة الحرارة دي وفي درجة الرطوبة دي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عرفة سلامة، أستاذ القياس والتقييم الرياضي وسكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. يا دكتور صباح الخير. أهلا، صباح الخير عليكم. يا أهلا بحضرتك. أهلا، بس أنت أهلا يا محمد. في البداية يا فندم عايزين نوضح، هل بالفعل الرطوبة بتؤثر على أداء اللعيبة ونسبة التأثير بيكون عاملة إزاي؟ طيب يعني أنا في البداية حابب أن يبقى في جو من التفاؤل والأمل، وأن إن شاء الله بإذن الله فريقنا يعوض في مباراة غدا، وعشان ما ندخلش في تفاصيل فنية ولا تحليلات فنية، إحنا عايزين نقول أن في فرص كانت موجودة وفرص ضائعة كتيرة، وبالفعل النتيجة ما كانتش معبرة بشكل كبير قوي عن أداء الفريق. ده رقم واحد. خليني ببساطة كده شديدة قبل ما نتكلم عن درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وتأثيرها على مستوى منتخبنا، احنا محتاجين نعرف شوية حاجات بسيطة كده وسهلة ممكن تؤثر على مستوى الأداء أي فريق، مش فريقنا احنا بس. وهنستعرضها مع بعض كده دون الدخول في تعقيدات علمية أو تفسيرات علمية معقدة. الحاجات دي زي ايه؟ أنا هقولها ببساطة عشان المشاهد أو المستمع يقدر يستوعبها بشكل سليم. تفضل يا فندم. رقم حاجة، حاجات متعلقة بالظروف أو البيئة المحيطة بالملاعب اللي إحنا بنلعب عليها. زي إيه؟ زي مثلا ارتفاع المدينة عن مستوى سطح البحر. حضرتك عارف ويعني اللي ليهم دراية بالمجال إنه كلما ارتفع مستوى المدينة أو الملعب عن مستوى سطح البحر كلما قل الأكسجين، وبالتالي هنا أنا بلعب في دين أكسجيني، وبالتالي بلعب في كمية أكسجين أقل من الوضع الطبيعي اللي أنا بلعب فيها في الملاعب اللي هي قريبة من سطح البحر. دي أول حاجة. الحاجة الثانية كمان قربنا من المسطحات المائية، يعني زي المدن الساحلية مثلا، دي بتخلي نسبة الرطوبة ترتفع، ودي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. وأيضا كمان قربنا من خط الاستواء، لأن خط تمام. طب خلينا ندخل في التفصيلة بتاعت الرطوبة عشان ده موضوع النقاش، فندخل في التفصيلة بتاعت الرطوبة. خط الاستواء، وخط الاستواء ده بيبقى فيه مسطحات خضراء كبيرة بينتج عنها ارتفاع في نسبة الرطوبة نفسها. طيب يعني خلينا ندخل مباشرة زي ما سيادتك أشرت على درجة الحرارة ما بتكون مرتفعة مع نسبة الرطوبة مرتفعة. درجة الحرارة ما بتكون مرتفعة، إيه اللي بيحصل في الجسم؟ اللي بيحصل في الجسم إن الجسم بيعادل درجة حرارته، يعني درجة حرارته الداخلية مع 37 درجة حرارة الجو، فبيعمل حالة إحنا بنسميها التعرق أو إفراز العرق. طيب إفراز العرق ده إيه اللي بينتج معاه؟ بينتج معاه كمان خروج الأملاح بتاعة الجسم. الأملاح دي زي إيه؟
زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي المغنيسيوم، تمام ودي حاجات مهمة جدا في آلية العمل العضلي أو الانقباض والانبساط بالنسبة للعضل. فأما أنا أخرج عرق كتير، بخرج المسيرات دي كتير، وبالتالي بتأثر سلبا على الأداء بتاع الجسم. يعني ممكن ده نلاقي مثلا بالنسبة اللعيبة في اتفضل. المباراة بيعطشوا بشكل جامد فيأثر على أدائهم مثلا. ايوه بالظبط، وبيعطشوا، دي مش العمليه مش عمليه ميه، ده هي ميه عشان يقدر يوازن السوائل داخل الجسم. وايضا الاملاح اللي بتفرز مع العرق اللي هي اساسا بتبقى زي مسيرات حاملات للاكسجين عشان نقدر نشيل حمض اللبنيك من العضله. يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل، ولكن انا بحاول ابسطها بشكل كبير، ان نقص الميه بيأثر على نقص الاملاح. الأملاح دي ضرورية جدا بالنسبة لاستمرار اللاعب في الأداء بنفس المستوى اللي بيبدأ بيه المباراة. ده رقم واحد. رقم اتنين، طب احنا فهمنا دلوقتي درجة الحرارة واللي بيحصل منها. طيب نسبة الرطوبة، نسبة الرطوبة احنا واحنا قاعدين دلوقتي وحضراتكم موجودين في الاستوديو، الجو المحيط بيكم بيبقى هواء محمل بذرات أو جزيئات بخار ميه، كويس؟ نحسها امتى بشكل اكبر؟ بنحسها مع درجه ارتفاع درجه الحراره. ليه مع ارتفاع درجه الحراره؟ لان يعني كل ما ارتفعت درجه الحراره حصل تمدد للهواء، اما تمدد الهواء فبيحمل جزء كبير على الهواء من الزخم بتاع الجزيئات الميه دي، وبالتالي اللاعب هنا ما بيتنفس مع رطوبه عاليه بيبقى نفسه اللي داخل بيبقى معاه جزيئات الميه الكتيره دي. فجزيئات الميه الكتيره دي اللي هي نسبه ارتفاع نسبه الرطوبه بتاثر على العمل بتاع الجهاز التنفسي نفسه. ما الاليه بتاعته ما بتبقاش ماشيه مظبوطه وماشيه سليمه. فبينتج عنها ايه؟ ان الجهاز طيب التنفسي النفس يعني طب دكتور ما بيعملش اللعيبة محتاجة بالكفاءه تعمل ايه اللي عشان المفروض أداء يعمل يكون بيها، عشان توازن وبالتالي النقص في المية ده؟ يعني اللعيبة محتاجة تبقى بتعمل ايه قبل المباراة عشان الحالة الصحية تكون تمام في المباراة ما يحصلش التعب والإرهاق؟ حاضر. اللعيبه تبقى محتاجه ايه؟ ان انا اعالج درجه الحراره المرتفعه. اعالجها ازاي؟ رقم واحد، ان لازم اعمل حاله التكيف على المكان اللي انا بلعب فيه. التكيف ده يعني فتره الاعداد العبهم في نفس الجو او في نفس المناطق اللي انا رايح العب فيها عشان يحصل حاله التكيف دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، وبالتالي اللاعب هيبقى عنده اتعود على انه يؤدي مفهوم. في مثل هذا الجو. ده رقم واحد. رقم اتنين، الملابس نفسها، التيشيرت بتاع اللاعب او الشورت او الملابس الداخليه اللي بيلبسها يا ريت تكون من القطن عشان يقدر يعمل ايه؟ يمتص العرق صحيح، ده اكيد بشكل مفهوم كبير، واكيد معمول وبالتالي حسابه يا دكتور ما طبعا. يحصلش تراكم العرق على سطح الجلد اللي بيحسس اللاعب انه مخنوق. جسمنا بيبقى ملزق في الرطوبه، وبالتالي طبعا بكل تاكيد وكل بيبقى النقاط اللي حضرتك بتتكلم عنها مستوى اكيد الاكل. الاجهزه اتفضل. الطبيه والاجهزه المعاونه بتكون عامله حسابها على الحاجات اللي زي دي. كل شكر ليك دكتور عرفه سلامه، استاذ القياس والتقييم الرياضي وسكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.